السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنتكلم عن طريقة قوية جدا لتحويل نسخة ويندوز 11 25 اتش 2 إلى نسخة أطلس أو إس 2025، النسخة اللي بتديك أداء أعلى، سرعة أكبر، وتجربة ألعاب أفضل بكتير. لو جهازك بطيء أو نفسك تزود الـ VBS في الألعاب، الفيديو ده هيفرق معاك كتير. خلينا نبدأ ونشوف مع بعض الخطوات اللي هتغير أداء جهازك تماما. الخطوة الأولى اللي أنا هعملها هاخد الرابط اللي أنا بإذن الله هترك ليك في قلب صندوق الوصف وضعه في المتصفح الخاص بيا، واضغط على انتر وانتظر لحد ما تفتح صفحة البرنامج. هضغط على جيت ستاردت، وبعد كده هنزل اضغط على الخيار اللي تحت ده وعلم علامة صح، وبعد كده هيبقى عندي جزء ملفات هبدأ احملهم بالترتيب. هضغط على الملف الاولاني ده وانتظر لحد ما يظهر معايا، هبدأ اضغط على بيدي التحميل زي ما حضرتك شايف، وبعد كده هبدأ انزل احمل الملف الثاني، اضغط عليه برضو مرتين هيبدأ يظهر معايا اللي هو ملف التحميل، هضغط على بدء التحميل وبعد كده انتظر لحين الانتهاء واقفل الصفحة انا مش في احتياج ليها. الخطوة اللي بعد كده انا جبت الجزء ملفات حطيتهم عندي على سطح المكتب، هبدأ اقف عليهم كليك يمين وابدأ اعمل عملية استخراج الكل، او هبدأ افك الضغط عن هذه الملفات. كل اللي انا هعمله هضغط على استخراج، زي ما حضرتك شايف كده بدأنا نفك الضغط عن الملف الأولاني. هعمل نفس الخطوات على الملف الثاني، هبدأ أقف عليه، أعمل كليك يمين وأبدأ أفك الضغط عنه، هبدأ أضغط على استخراج الكل وأبدأ أعمل استخراج. كده أنا فكيت الضغط عن الاثنين من الملفات اللي أنا حملتهم. زي ما حضرتك شايف كده أنا جبت الملفات بعد ما تم فك الضغط عنهم. لو انا رحت بقى على وحدة المعالجة المركزية اللي موجودة دلوقتي على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا، زي ما حضرتك شايف كده في 147 عملية شغالة و1624 عملية شغالة في الخلفية. طبعا الرام المستخدم حوالي 3 جيجا وي. الاصدار اللي موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا زي ما حضرتك شايف كده هو ويندوز 11 25 اتش 2. الخطوة الاولى اللي انا هعملها اروح رايح على الملف الاولاني افتحه، بعد فتح الملف هبدأ اروح رايح على الملف ده اللي هو ديسيبل اوتوماتيك درايفر انستولينج، اضغط عليه واضغط على نعم، وبعد كده اضغط على نعم، وبعد كده اضغط على موافق. الخطوه اللي بعد كده هضغط على الملف الاولاني ده، هبدا افتحه واشغل البرنامج اللي موجود داخله، اضغط على نعم تمام، انتظر طبعا لحد ما يفتح معايا بالصوره ديت. هبدا من الخيار ده احدد له مكان النسخه، هبدا اختار اللي هو اطلس بلاي بوك، هبدا احدد له الملف ده واضغط على اوبن، هيبدا يظهر معايا الملف بالصوره اللي حضرتك شايفها ديت. دلوقتي ده لازم اضغط على الخيار ده عشان اوقف الانتي فيروس الخاص بيا. هفتح الانتي فيروس اللي موجود على جهاز الكمبيوتر واروح رايح على الصفحه الرئيسيه وعلى الحمايه، وانزل عند اداره الحمايه وابدا اوقف كل خيارات اللي هو الانتي فيروس، لازم اوقفه عشان اثبت النسخه بدون اي مشاكل. ابدا اقفل كل اجراءات الحمايه، هنرجع نشغلها تاني طبعا بعد تثبيت النسخه، بس انا طبعا بوقفها دلوقتي عشان ما يحصلش معايا مشكله. هو طبعا كده اتاكد ان جدار الحمايه مقفول زي ما حضرتك شايف كده، هتضغط على نيكست هيبدا يجهز ملفات النسخه، هيتاكد طبعا ان الويندوز بتاعك متحدث لاحدث اصدار، المفروض في الوقت ده تشيك على تحديثات الويندوز عشان الموضوع يكمل معاك. اضغط على نيكست، طبعا هوافق على اللي هي شروط اتفاقيه الشركه، هبدا اضغط على اجري تمام، وبعد كده سيلكت اوبشن، طبعا هتخلي جدار الحمايه والويندوز ديفندر شغال، اضغط على نيكست، وبعد كده طبعا هخلي الخيار ده شغال زي ما هو، طبعا هلغي الخيار ده وانزل على انيبل للتحديثات، اضغط على نيكست. الخيارات دي مش هغيرها خالص، خليها زي ما هي تمام، مش هعمل تعديل، اضغط على نيكست تمام. هنا طبعا بيطلب مني ان انا الغي بعض الاشياء، طبعا ستريمنج تولز مش هلغيها ولا مايكروسوفت ايدج مش هلغيه، بمعنى صح مش هنزل متصفح جديد. لو حضرتك حابب تلغي مايكروسوفت ايدج الغيه، وابدا اختار الخيار الاخير ده عشان تنزل المتصفح اللي انت عايزه. هبدا اضغط على اوكي، هيتم بقى هنا بدايه تثبيت النسخه، هبدا اضغط على نيكست
زي ما حضرتك شايف كده، النسخة هتبدأ في التثبيت على جهاز الكمبيوتر. الوقت المقرر ليها حوالي نص ساعة حسب سرعة جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. طبعا الجزء ده من الفيديو أنا سرحته. أثناء عملية تثبيت نسخة أطلس، الجهاز بيعمل عملية ريستارت وبيثبت التحديثات زي ما حضرتك شايف كده، وبعد كده هيبدأ يفتح معاك ويدخلك على سطح المكتب بتاع نسخة ويندوز أطلس. أول ما بنفتح النسخة بيظهر لينا سطح المكتب بالصورة اللي حضرتك شايفها ديت. لو رحنا على قائمة ستارت هنلاقيها بقت خفيفة جدا، كل التطبيقات اللي كانت شركة مايكروسوفت بتفرضها علينا تم إزالتها. لو رحنا على الإعدادات عشان نستعرضها هنلاقي نفس الإعدادات اللي موجودة في نسخة ويندوز 11 25 H2. لو استعرضت النسخة اللي موجودة على الجهاز حضرتك شايف كده، ويندوز 11 25 H2 نسخة برو، طبعا الشركة المصنعة شركة أطلس. لو رحت على باقي الإعدادات هتلاقي نفس الإعدادات، ما حصلش فيها أي نوع من التغيير أو الاختلاف. لو حبيت إن أنا أغير الخلفية، اختار الخلفية اللي حضرتك حاببها وغيرها، وهتظهر معاك بالصورة الجمالية اللي حضرتك شايفها ديت. لو حابب إن أنت تغير الخلفية لخلفية من خلفيات ويندوز 11، مفيش أي مشكلة، هتتغير معاك بمنتهى البساطة. لو رحنا على باقي الإعدادات ونزلنا تحت عند ويندوز أبديت، هتلاقي ان النسخه بتدعم التحديثات وبتثبت التحديثات زي ما حضرتك شايفها دلوقتي. طيب لو رحت على الانتي فيروس فتحته، هتلاقي الانتي فيروس ويندوز ديفندر شغال بكفاءه. لو ضغطت على عمليه الفحص هتلاقي عمليه الفحص شغاله وسريعه جدا. لو نزلت على التحديثات هتلاقيني محدثه ل 9/11/2025، يعني بيستقبل التحديثات بمنتهى البساطه. لو رحت على التاسك مانجر واشوف سرعه البروسيسور والرامات، زي ما حضرتك شايف كده سرعه البروسيسور انخفضت انخفاض كبير، وفي نفس الوقت العمليات الشغاله في الخلفيه وصلت ل 97، كانت قبل كده 147 عمليه شغاله. لو رحت على الذاكره المستهلكه هتلاقيها حوالي 1.9، يعني اقل من 2 جيجا. طبعا بيدعم اي جهاز حتى لو كان جهاز ضعيف. من ضمن الحاجات اللي موجودة في النسخة إن هو حاطط زي برنامج خفيف كده موجود على سطح المكتب على شكل شنطة، هتفتحه في مجموعة من الخصائص الجميلة جدا. لو خدت الخيار الأولاني ده هو بيوفر لك هنا مجموعة من التطبيقات المختلفة والمتصفحات المختلفة، أي تطبيق منهم حابب إن أنت تثبته هتختاره وهتبدأ في عملية التثبيت من داخل النسخة. لو رحنا على الخيار الثاني ده، هنا عبارة عن مجموعة من جنرال كونفيجريشن، تمام حضرتك لو حابب تغير اعداد من الاعدادات، لو كان شغال ممكن توقفه، لو كان مش شغال ممكن تشغله. لو رحنا على التويكس هنا مجموعه من التويكس لو حابب ان انت تتعامل معاها. لو رحنا على ويندوز سيتنج هنا طبعا الاعدادات الكامله للنسخه ممكن تتعامل معاها من خلال هذا الموضوع. هنا ادفانسد كونفيجريشن مجموعه من الاعدادات المتقدمه لو حابب ان انت تتعامل معاها، طبعا انا هترك ليك استعراضها مش هطول عليك الفيديو اكتر من كده. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. لو انت استفدت منه اتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.